لا زاد الناس اللي تسمع فينا في المشيات ان شاء الله نهاركم زين على نجمه اف ام التوقيت هذا اللي جينا فيه اليوم كما العاده بالحاجات اللي تفرجت عليهم في التلفزيون توت سويت تلفزيون ايرين في التلفزيون شنو حضرت لنا اليوم؟ به البارح رئيس مجلس نواب الشعب سي راشد الغنوشي في فورما عمل انترفيو صباح وبعديك في قناه حنا بال زاد كيف كيف في الليل من بين الكلام اللي قال وقال برشا كلام في السياسه والكلام اللي قاعد يخرج في بيانات حركه النهضه مانيش باش نعاود اللي قال ولكن وقت اللي سالته صحفيه ايمان المداحي اذا كان النهضه تخاف اليوم من اعاده الانتخابات والا لا الاجابه نتاعو كانت هكا ليش مخوفنا الشعب اللي انتخبنا بس مازال موجود نحن ما نخافوش من شعبنا يعني شعبنا نهار قد حطنا رقم واحد نهار حطنا رقم اثنين ونتعلم من كل ذلك يعني أنا عرفت ثقة مش مأز وثقة كبيرة يتكلم به يتكلم ثقة بيان سور على خاطر هو اليوم يقود في الفستيفال به من مجلس نواب الشعب كان زاد سألته قالت له يا مجلس نواب الشعب اليوم يشهد برشا اضطرابات وفما برشا مشاحنات وكل شيء قالها هو هذايا حرية التعبير وفي إطار الديمقراطية والمجالس حاجة صحية في كل دول العالم تشهد نفس المشاحنات أما فما شكون يتأرجح من نواب اللي في مجلس نواب الشعب يتأرجح بين زوز أحزاب ويقول محليني في الحزب هذا ومحليني في الحزب هذا كيف قال عودوله الكلام متاع وقال لي أنا ما قلتش وما في باليش ونتحداك إذا كان أنا قلت راني باش نعطيك السلار متاعي معناتها كتحدي يخي خرجوله الإكستخيل اللي هو حكي فيها هكاك وتتذكرين مسألة محليني بين كذا وبين كذا اسمح لي التحديك جيب لي تسجيل قلت فيه محلاني وعلى يميني وعلى يساري كما قلت انت تيلي في الكهرباء حسب الراحة صلي عني دي بيسر المشهد من زين معناه تخيلوا انت المشهد محلاني شهريني لهنا لاخر العام شهريتي متاع المجلس لاخر العام اللي كنت جيبني فيديو لا البينة على من دعا واليمين على من انك بس بناني بس ما تفقستي واللي كان كهان هابش خرج اليمين والله ما قلت جيب انت البيت ما قلتش كيما قلت انت تيلي في الكهرباء حس بالراحة صلي عني دي باهي نحن يمكن زاد الذكرى نتاعنا قصيرة شوية هذاك علاش ساعات العبد يقول حاجة وينسيها ما يقعد الشدة في الموقوت نجم تكون على فورة الوقت هذاك ما صح لي اللي باش يفوز بالسلاغ نتاعو حتى كش لاخر العام حتى لاخر العام نذكرك اللي احنا توا في فيفري معناتها شوف قداش من شهرية 10 شهري 10 شهري سي عبد اللطيف معناتها في الكرامة باش يخرج جدا به مجلس نواب الشعب في تونس ماهوش استثناء مجلس نواب الشعب في امريكا انت البارحة او كنا حكينا قبيلة في ناس البوك شنو اللي صار اما انا باش نعطيك تصريح رئيسة المجلس اول تصريح لها بعد خروجها بعد ما قطعت الخطاب نتاع رئيس الأمريكي. دونك نسمع وبعديك نرجع لكم للترجمة. Were you invited to another State of the Union? Hopefully not. I'm expecting another president. 9 months from today. دونك قالها سألوها. وتقول رئيسة البرلمان الأمريكي. بالدرجة. حاول تمزيقها للخطاب. قالت له هذا كان أكثر الخيارات المتاحة تهذيبا. معناتها هذا اكثر خيار متربي وبخصوص اللي هو ما سلمش عليها قالت له احنا ديما نمدوا يد الصديقه ولكن الامر متروك لي هو اما المهم في هذا الكل وقت اللي سالها قالها باش تعاود تستدعاه لخطاب حاله الاتحاد القادم قالت له نحن نتمنى رئيس اخر بعد 9 اشهر ابون محضرين ارواحهم معناها يعني بعد 9 شهور عندهم رئيس اخر جوستومون هذايا الخطاب والا طريقه الخطاب في امريكا باش نرجع بكم لتونس مالوغوزمون في تونس علاش مالوغوزمون ريم لا باش مالوغوزمون على الحاله اللي باش نحكيها لي كوبل التوانسه كيفاش يتربجوا ببعضهم جزء من التوانسه يتربجوا ببعضهم بكلمات معناتها بحاجات هكا انتيم ما بيناتهم مش المفردات العاديه اللي تتقال معناتها اللي احنا نعرفوها كل كوبل باش يلقى عنده كلمه انتيم بينه وبين البارتنير نتاعو هذوما كوبل البارح في قناه الحوار التونسي الكلمه الانتيم نتاعهم اسموها تعيط لها في الدار لا نعذيك عندها اسم من قبل ما نعرفها انه تو معناها نقولها فيه هي تعرف هي تقولوا لي انا نقوله لها اللي هو شنو بوهالي بوهالي داني قاعده معاه هو بوهالي ملي قبل مازلنا ما عرفناش التربيشة شنو بوهالي هو يعيط لك بوهالي وانت تعيط له بوهالي كنت نعيط ما عادش نعيط عالبوالي يا الله عالبوالي
تغشت علي ماش تعيط له بوهالي. هذه هي الكلمة اللي يتربجوا بها. احنا راهو في تونس والله بالحق احنا في تونس يمكن نشوفوا الأشياء من منظور آخر. طريقة الحب وطريقة التعبير على الحب في بلادنا غير البلدان الأخرين. تشوف أنت مثلا المصرية حبيبي وروح قلبي وكالحكاية هذيك الكل، المصر السورية تقبرني والجو هذا. احنا في تونس راهو الكلمات هذمك موجودين، أما فما كلمات أخرى بين الأزواج ولا اللي يحبوا بعضهم حاجة مع احنا باغيكزومبل. احنا باغيكزومبل كي تلقاهم زوز بنات مثلا، زوز بنات صحاب وتعاركوا ولا تلاكشوا على حاجة، عزيزتي هاي ما كي تحبها اللفعة والسخطة وذوكم الكل واهل وما جرمك الفوكابولير هذاك، نحبوا بطريقتنا الخاصة. هذاك هو التونسي به، هذاك هو التونسي. ما عجبتكش؟ تنولي عجبتني شوي العيد دقيقه التربيجه المره اللي فاتت انت شخت على الاخر كيف مشينا للسودان وتابعنا التلفزه السودانيه. نفس المقدم هذايا، السودان تعيش نفس الحاله تقريبا اللي تعيشها تونس ومغلب دول العربيه في الازمات الاقتصاديه وكل شيء. عنده نصيحه للسودانيين وعنده حل للازمه الاقتصاديه في السودان نجم نستعين بها احنا في تونس. بعدين السمسرة دي يا جماعه، احنا بنقول الحكومه كانت بتسمسر، بنك السودان مفلس ما في عمله صعبه بسبب ان احنا ذاته، انا وانت وكلنا اللي قاعدين بتحضر وسطي في الحلقه دي، احنا واحد من اسباب انهيار العمله في السودان. الليله اي واحد فينا ولا اي واحد فيكم انتم لما نيجي يحول قروش السودان بيحولها عن طريق شنو؟ اسمع، الدولار عامل كم في البنك؟ لا ما البنك، في السوق الاسود عامل كم؟ زمان كان بتتحججوا بانه والله احنا الحظر وما في معاملات بنكيه مع اي دوله في العالم. طيب الليله الحظر اترفع، ممكن ترسل قروشك بالمصرف. ليه انت ما قاعد ترسلها؟ ليه انا ما قاعد ارسلها؟ المانعنا شنو؟ انا زاد ما فهمت حتى شيء. هو يحكي على تصريف الفلوس ولا العملة صعبة في النواء. أما ليه والله ننصح الناس اللي ما تحبش تتبع التلفزة التونسية، ساعات فما برامج معناتها تنجم تقلق وكل شيء. راهو التلفز الديرية المغربية السودانية المصرية راهو فيها برامج معناتها بالحق تفرهد على القلب، تفرهد فوالا. دونك ننصحكم باش تتبعوا القنوات هذه. يعطيك صحة ريم، ميرسي بوكو. كانت هذه جولة اليوم في التلفزة التونسية وزادة كيف معنا دورة في السودان وامريكا. دونك كيما العاده كل يوم في الرونديفو هذا كل محضر الفيزا نتاعك للبلاد جوستمون نعملوا دورة هاكا اللي ما خلطش باش يتفرج. نجمو تلقاو الفيديو لايف على الباج فيسبوك نتاعنا تلفزيون موجوده في نجمة اف ام 8:57 دقيقه. التونسي حاضر معنا بقوه ديما في زوم 73. نعمه يزين الصحراء وبهجتها وتحيه بالمناسبه هذيه لاهالي الجنوب الكل اللي تابعوا فينا على ستريمينغ نتاعنا www.nejmafm.com. مرحبا بكم.